تسبب الصراع المستمر في اليمن بتردد في الأوضاع الاقتصادية، مما أثر سلباً على المشاريع التي تملكها النساء، وزادت معاناتهن بسبب نقص الموارد وصعوبة الحصول على فرص للتمويل. في عام 2019 برز إلى النور مشروع بريف ومن، والذي نفذته وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر سميبس بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية عبر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وهدف المشروع إلى تمكين مالكات المشاريع وإكسابهن المهارات اللازمة وتعزيز مفاهيمهن حول ريادة الأعمال وتوفير التمويل الذي يمكنهن من الاستمرارية في العمل، مع توفير فرص الارتباط بالأسواق المحلية والعالمية لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأبرز ما حققه بريف وومن منذ عام 2019 وحتى الآن 900 منشأة صغيرة ومتوسطة استفادت من المشروع، وهذا ساعد في صمودهن وخلق فرص عمل أكثر. 90% من المنشآت شهدت زيادة في الأرباح، 94% من المنشآت لم تقم بالاستغناء عن موظفيها إطلاقاً بعد المشروع، 88% من المنشآت أفادت بتحسين المبيعات فيها، 1951 إجمالي عدد الموظفين الذين تم توظيفهم بشكل دائم، 98% نسبة رضا العملاء من المنشآت التي تديرها مالكات المشاريع، 79% من سيدات الأعمال تعمل على تحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بهن، 71% منهن لم يكن لديها أي نوع من التخطيط قبل المشروع، 40 استشارياً تم بناء وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال. وفي هذا العام وبمتوسط زيادة بنسبة 40% من الموظفين الجدد المعينين، تم استحداث 1553 وظيفة جديدة، من بينها 1112 وظيفة للنساء. أكثر من مليون دولار حجم الاستثمار الذاتي للمنشآت. ولأن هذا النجاح كان استثنائياً، يتم الآن تنفيذ المشروع في نيجيريا وبوركينا فاسو لتمكين رائدات الأعمال، وليس فقط في اليمن بل على مستوى العالم، من تعلم كيفية التعامل مع الصعوبات التي تقف في طريق إعادة بناء أعمالهن وخلق مستقبل أفضل لهن ولمشاريعهن، لتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.